على امتداد الجغرافيا السورية، يستمر الجيش العربي السوري بتحقيق الانتصارات ضد التنظيمات التكفيرية الإرهابية. ففي ريف حمص الشمالي سقط 20 قتيلاً ومصاباً بين صفوف إرهابيي أحرار الشام المرتبط بنظام السعودية خلال عمليات للجيش والقوات المسلحة. وحدات الجيش نفذت عمليات ورمايات دقيقة على تجمع لإرهابيي ما يسمى أحرار الشام في قرية الغنطو في ناحية تلبيسة بريف حمص الشمالي، أسفرت عن وقوع قتلى من الإرهابيين وتدمير مدفع هاو وسيارتي دفع رباعي لهم. في الريف الشرقي لحمص أيضاً، وحدات الجيش اشتبكت مع مجموعات إرهابية من تنظيم داعش، هاجمت نقاط عسكرية في محيط كل من تدمر وحقلي شاعر وجزر النفطيين وزملة والكتيبة المهجورة وقرية الباردة إلى الجنوب الغربي من مدينة تدمر. مصدر عسكري بيّن أن وحدات الجيش تصدت للإرهابيين المهاجمين وأوقعت عدداً منهم قتلى ومصابين، ودمرت لهم 4 آليات مفخخة و4 سيارات دفع رباعي مزودة برشاشات. جنوباً في درعا قضت وحدة من الجيش والقوات المسلحة على عدد من أفراد جبهة النصرة الإرهابية ودمرت تحصيناتهم في ضربات مركزة على تجمعاتهم في منطقة درعا البلد. وذكر مصدر عسكري أن وحدة من الجيش استهدفت برمايات دقيقة تجمعات الإرهابيين على الأطراف الشمالية والغربية لمخيم النازحين، قضت خلالها على عدد منهم في حين دمرت العديد من تحصيناتهم في حي البجابجة ونقطة محصنة للرصد جنوب خزان الكرك بدرعا البلد.